يوسيمون فصل بشارة معلمنا ماري متى بسيوتي مستار بكتعين أمين. وصعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم رئة تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم تعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبرية لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للنقي قلوبهم لأنهم يعنون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون ابناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم تطردوكم ويروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا فعلوا في الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء أن ترى خارج تدسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراج وضعة المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت،
هكذا افرضون قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات. الحمد لله دائما أبدا آمين. يا قوم سلام من شمال رسطوس من كتنا غثوس ما ثواب جي أكتم كسوت يوم النينان يا رب يمفل مسحة الساعة السمر تاع الصليب من أجي خطية الذي يرى عليها أبونا أدم فردوس مزة سق خطينا مسيح الآن وقلصنا أسرخت الله رب سمعنا ومسيح بصلاة وطرف بطيل تفتر يسمعنا عشية وباكر وقت الزور كلام يقوله فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع مسيح الآن سمرت على الصليب وقت ساعة السادس خطي خطية بخشي بحاية ميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات برخطية اقتل أو جعلنا بلامك شافه المحيية بالمسامير التي سمرت بين قزع قولنا من طاجت العمال هيولية والشهات العالمية تذكر أحكامك سمية كرافتي إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا مادرة مجد قطعين فنحن بكتاب السلز من كتر عذراء لأن كثيرة دنيا شفاعتك قوم مقبول عندهم خلصنا يتو مطار لا ترفو قطاع من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم قدرا خاصة لما نجانك ينقذنا فدركنا وفسرنا قد مسكننا جدا أعنا الله مخلصنا من أجمع جسمك يا رب نجينا وغفر خطايانا من جسمك القدوس إنيك أعيك صوصي ونستوني أننا آمين ثلاثة خضاطة فوت الأرض كلها أيها المسيح إلى أولا عندما بسطت يديك الطهرتين على الصليب فلهذا كل المنتظر قيلة المجد لك يا رب دوك سابت ريك أيوك أجل نماتي نهد كل شخص غير الفاتد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلى هنا الآن بمشيئتك سرت أن تفعل على الصليب لتنجي الذين خلقنا من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت تنجي العالم يا رب بالمجد إنك عليك صوصي ونصوني آمين أنت هي المبتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نطوبك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا ونهضنا واستحقنا الحياة الأبدية ونلنا نعمة الفردوس الأول من أجل هذا نوجد بشكر المسيح إلى هنا لأنه قوي نعظمك أم النور الحقيقي ونمجدك يا عذراء قديسة وات الإله لأنك ولدت مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجلك يا سيدنا ملكنا فقر رسلك لي شهادات لي صديقي ثبات فران خطايا نبشر بالثلاث مقدس لاوت واحد نجد له مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد نور من نور إلى الحكم إلى حكم مولود غير مخلوق واحد مع الفجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا جسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنس وصلب عنا على قلب الأصل بنطي تألم وقبرى قام من الأموات وصاعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي مجدي ليدين الحياة والأموات الذي ليس من قضاء الرب المحيي المبصر نجد ومجده مع الاب والنار فانبياء الكنيسه المقدسه جامعه وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين كيريا ليسون يا رب ارحم ورحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا كريا ليسون يا رب
رب السماوات السماء والأرض ممنوعة من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله لا ذنب الكل أيها الثالث القدوس ارحمنا يا رب إلا كل ما لنا لأن السماوات شجالاتنا ودقاتنا سواك حلوة فرصوحنا الذي صنعناه بإرادتنا والذي صنعناه بغير إرادتنا الذي فعلناه بمعرفة والذي فعلناه بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي داعي علينا كرحمتك يا رب وجهد خطايانا يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع لك الملك والقوة والمجد أبد آمين مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن بنيان كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع رسولي آمين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معتهم كلهم لأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقديمتنا والذين قدموها يا رب وارحم سوز بخرستوس بن شويس افز مارو تنجب ابن مايت وابن بركليتو آمين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين مبارك الرب الإله إلى الأبد يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركه جميع الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد أمين أللو يا and
باي ويثو باي من يوتير تبن وخين يرين نبن جبي بندو كرتو او نبشو يسبن نوتي روس فيكساس تيريالا سو بنوت و بن ستیر سو از بخیر سوس نشکر على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا اليك وأشفقت علينا عضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك ارحمنا الله ويترافع على آينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح في كل حين ويحفظ لنا وعلينا حياة وقيامة بين المكرم البابا الأنبت ودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية بين القديس المكرم الأنبا أنطونيوس ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات نسر أشرار وقيام الأعداء خافين الظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا نادي صنانيف نيتر نفري صانمون عن جنسك بدك تمرشيش نانهو مجنهو اوف نمني تشيلي نمي جنتي قمتر سنتبي قاجي الشمس وإكريس كل الشعب وضعف يكونوا محللين فم الثالوث القدوس الاب والابن الروح القدس فم كيس الواحد الرحيم قد جمع سليم من افوال 12 الثمناظر انجيل مرقس الرسول طار الشهيد والبطريرك القديس هورس مع الديسكورس وقديس ناس الرسول القديس بطرس خاتم شهادة كانك سبحان فم الذهب القديس كريلوس وقديس باسيلوس وقديس غريغوريوس من افوال 318 مشان منيخ 150 بقسطنطين بافسوس من فم رئيس كان بابا مطروس الثاني في معقارد لان مبارك من لهم اسم القدوس هي الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان داود وكل امين بابا
معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي بركته علينا آمين. ثم نسألكم أيها الإخوة من جاء ظهور ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه ألا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا تضطربوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها من قبلنا أو كأن يوم الرب قد اقترب. لا يخدع عنكم أحد بأي نوع من كان لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الإثم ابن الهلاك المعاند المتكبر على كل من يدعي إلها أو معبودا حتى إنه يذهب ويجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله. ألا تتذكرون إني بينما كنت عندكم كنت أقول لكم هذا والآن ما يحجز تعرفونه حتى يستعلم في وقته لأن سر الإثم الآن يعمل وحده إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يسوع يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الظلم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالظلم وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله في كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبين من الرب لأن الله اختاركم بكورة للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق للذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح فاثبتوا إذ أيها الإخوة وتمسكوا بالتقاليد التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا
ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل عمل وكل كلام صالح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاتهم علينا وعليكم يا أبائي وأخوتي، آمين. يا أحبائي، هذه الرسالة ثابتة أكتبها إليكم وفيما أنهض بالذكرى ذهونكم النقية لتتذكروا الأقوال التي قالوها سابق الأنبياء القديسين ووصونا رسلا ربنا مخلصنا عالمين هذا أولا، إنه سيأتي في آخر الأيام قوما مستهزئون سالكين بحسب مشورتهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه من حين رقد آباؤنا فها هو ذا جميعها كائنة هكذا منذ بدء الخليقة، لأن هذا يخفي عليهم بإرادتهم. إن بكلمة الله السماوات كائنة منذ البدء، والأرض قد قامت من الماء بالماء، وبها العالم غمر الماء فهلك، وأما السماوات والأرض كائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدينونة وهلاك الناس المنافقين. ولكن يا أحبائي، ينبغي أن لا يخفى عليكم أمرا، وهو أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن الوعد كما يظن قوما أنه سيتباطأ، لكنه يتأنى عليكم، وهو لا يريد أن يهلك أحد بل يريد أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي يوم الرب كسارق، هذا الذي فيه تزول السماوات والعناصر تتحرك وتنحل وتتحرك الأرض والأعمال التي فيها، فبما أن هذه كلها ستنحل يجب عليكم إذن أن تسيروا في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين بسرعة يوم ظهور الرب هذا الذي من قبله تحترق السماوات لتنهي والعناصر تحترق وتنحل، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك يا أحبائي، إذ نحن منتظرون هذا اسرعوا أن تواجهوا بلا عيب ولا دنس في السلام. احسبوا إناء ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما أنه أيضا يتكلم عن جميع هذه الأمور في كل رسالة التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها الجهل وغير الثابتين كباقي الكتب التي تسوقهم لهلاك أنفسهم. أما أنتم يا أخوتي، فإذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا من أن تضلوا بضلال الجهالة فتسقطوا في ثباتكم نفوسكم، وأنموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي له المجد مع الآن وإلى الأبد الآبدين، آمين. لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. Yeah.
أراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وأجابهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وأسكب أيضا من روحي في تلك الأيام على عبيدي وإمائي فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخارا دخانا، وتتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. آمين. اليوم الثالث من شهر النسي الصغير. أحسن الله استقبال وعاد الله علينا وعليكم أن تفدوا من مفرقة والأثام من قبل مراحم الرب إلهنا يا أخوتي. آمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة رئيس الملائكة الجليل روفائيل التي كانت خارج الأسكندرية، وذلك أنها في عهد البابا ثاوبيلوس البطريرك 23 أتت امرأة مؤمنة من روما ومعها أولادها وأيقونة كبيرة للملاك الجليل روفائيل، وكانت قد ورثت عن زوجها مالا كثيرا، فأظهرت رغبتها للبابا في بناء عدة كنائس، فأراها مكانا بنت فيه كنيسة، وكرتها البابا في مثل هذا اليوم على اسم رئيس الملائكة الجليل روفائيل. وكلمة روفائيل اسم عبري معناه رأفات الله، وقد ذكر في سفر طوبيا أنه هو الملاك الذي رافق الغلام طوبيا في رحلته الناجحة. شفاعته المقدسة فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديس أندريانوس، كان أحد قادة الجيش، وكان إذا أبصر أحد الشهداء يحتمل العذابات يسأله: لماذا تفعل بنفسك هذا الفعل؟ فيجيبه: من أجل رجاء الحياة الأبدية والملكوت الذي لا يزول. فالتهب قلبه بمحبة المسيح ومحبة الحياة الأبدية السعيدة، وتقدم إلى الملك واعترف أمامه بالسيد المسيح، فعذبه كثيرا ثم سجنه مع شهداء كثيرين، فقصت زوجته يوليطة شعرها وتزينت بزي الرجال وصارت تأتي إلى السجن لتخدمه وتقوي عزم زوجها. وبعد سلسلة من العذابات استشهد القديس أندريانوس ومن معه ونالوا إكليل الشهادة. فنقل بعض المؤمنين الأجداد الطاهرة إلى بيسيدية. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1302 للشهداء 1586 ميلادية تنيح القديس البابا يؤنس
الرابع عشر البطريرك السادس والتسعون من بطاركة الكرازة المرقسية، ولد في منفلوط من أبوين مسيحيين ربياه تربية مسيحية حقيقية، ولما كبر اشتاق أن يحيا في نسك الرهبنة، فمضى وترهب بدير البراموس وصار سيرة فاضلة. وبعد نياح البابا غبريال السابع اختاروه بطريركا ورسموه في 20 برمودة 1287 للشهداء، 1571 ميلادية، باسم البابا يؤنس الرابع عشر. ولما جلس على السدة المرقسية لاقى مطاعب كثيرة، منها أن السلطان فرض عليه جزية باهظة فبذل جهدا في تحصيلها من الشعب، وأخذ يجول طول البلاد وعرضها لتفقد أبنائه ولجمع الجزية المفروضة. وفي أيامه أيضا أصدرت الدولة مرسوما بأن يضع المسيحيون العمائم فوق رؤوسهم العمائم السوداء بدل أن كانت زرقاء. وقد جدد بابا روما مساعيه لضم الكنيسة القبطية إليه عندما رأى ذيقة الأقباط، إلا أن محاولته باءت بالفشل. وفي إحدى المرات توجه إلى الإسكندرية لافتقاد شعبه، وأثناء عودته أحس بضعف شديد فاتجه إلى بلدة النحراوية حيث تنيح بسلام ودفن في كنيسة ماري جرجس بمدينة بيرما، بعد أن جلس على الكرسي المرقسي 15 سنة و4 أشهر و19 يوما. وتم نقل جسده بعد ذلك إلى دير القديسة العذراء مريم الشهير بالسريان ببرية شهير. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاض بدل ميزة القديسين ورسم كرامين قائلا أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا من تطرون لم يروا، أن يسمعوا من تسمعون لم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لأيكم تفسر أذانكم لأنها تسمع
فلنستحق أن نسمع نعم البناجيلك المقدسة البطقديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا وصونا نذكرهم في صلاتهم في عهدك السابق فرقد ربنا يحم المرضى اشفيهم لانك انت حياتنا كلنا شفاؤنا كلنا خلاصنا رجاءنا كلنا قيامتنا كلنا. يا مارونشاس كنيسيا انت بابنا Acosumento agio evangelio. Fizmaro o tenge fetni o kenevrani mifcio sentenigum kiri evlogison ektuka tamateo na evangelio to anagnosma. بخوف الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مريم البشير التلميذ الطاهر بركاته. شويس وبن نوت وبن سوتير وبن عور وترين إيسوس بخريستوس بشير ام ابنوتي بيتونق بيوناف شايني بيوفا بن نوتي بي من مزامير يا بينا داود النبي بركاته على جميعنا من جيل إلى جيل سنك أنت يا رب منذ البدء أسست الأرض والسماوات هي أعمال يديك هي تبيد وأنت تبقى فليرفعوه في كنيسة شعبي وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على تقسيم الشي صداك الليلويا. الرب عن يمينك يا أبانا الطائر البابا البطريرك الأنبات وأدرس الثاني
وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنباء أنطونيوس. الرب يحفظ لنا حياتكم. مبارك والآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ربنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه تلاميذه على انفراد وحدهم قائلين قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا الدهر. فأجاب يسوع قال لهم انظروا لا تدعوا أحدا يضلكم فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب انظروا لا تضطربوا لأنه لا بد أن يكون هذا ولكن ليس المنتهى بعد لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل ومجاعة وأوبئة في كل مكان ولكن هذه مبتدأ الأوجاع حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون كثيرون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا ويقوم أنبياءهم كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمتان في المكان المقدس فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في بيته والذي في الحقن فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في السبت لأنه يكون ضيق عظيم في هذا الزمان لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون بعد أيضا ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام فحينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك فلا تصدقوا
لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبتون ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يظل لو أمكن المختارين أيضا. أنا قد سبقت وقلت لكم فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا ها هو في المخادع فلا تصدقوا لأنه كالبرق الذي يخرج من المشارق ويثار في المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضواه والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويصبرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد عظيم فيرسل ملائكته ببوق عظيم فيجمعون مختاريه من الرياح الأربع من أقصى السماوات إلى أقصائها فمن شجرة التين أعلم المثال فإنها متى لانت أغصانها وأخرجت أوراقها تعلم أن الصيف قريب هكذا أنتم أيضا إذ رأيتم هذه كلها فأعلموا إنه قريب على الأبواب الحق أقول لكم أنه لن يمضي هذا الجيل حتى تكون هذه كلها السماء والأرض تزولان أما كلامي فلا يزول والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركته من الآن وإلى دار الدور كلها أمين. النهاردة الأحد الأخير في السنة والكنيسة دايما في الأحد الأخير بتحب تذكرنا بنهاية العالم فحطت لنا النهارده الانجيل من معلمنا القديس لوقا اصحاح 24 وبيتكلم فيه عن ثلاث حاجات مع بعض بيتكلم فيه عن ايام الضيق اللي هيتحل في آخر الزمان والضيق ده مشترك جزء فيه حصل قبل خراب أورشليم وجزء فيه لسه هيحصل في آخر الزمان قبل القيامة النقطة الثانية اللي بيتكلم عنها خراب أورشليم قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا لا يبقى حجر على حجر في هذه المدينة مش هيفضل حجر على حجر هتتشال كلها من على وش الأرض والنقطة الثالثة اللي بتكلم عنها
علامات نهاية الزمان، آخر الزمان. النقطة الأولى لما قال لهم إن هذه المدينة هتخرب، فقالوا له متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك، إمتى هيحصل ده؟ فابتدى يكلمهم عن الموضوعين في نفس الوقت. الدنيا هتملي حروب، ناس كثيرة هتيجي تقول لكم أنا المسيح، وناس كثيرة هتيجي تعمل معجزات وتحاول تتوهكم، ولكن ليس المنتهى بعد. أنبياء كذب كثيرين، لا تضل، خلي بالك. المسيح مش هو بس المعجزات، لكن هو التعليم. فإما بنشوف سحرة بيعملوا معجزات بقوة الشياطين، يعمل حاجات غريبة خالص بقوة الشياطين. هل ده مبرر ان احنا نؤمن بيهم؟ لا. المسيح مش بس معجزات، المسيح تعاليم روحية عالية سامية. اللي فيكم يقرأ الموعظة على الجبل يشوف سمو التعاليم بتاعت السيد المسيح، ايه المستوى العالي خالص ده. بعدين كلمهم عن خراب أورشليم، وقال لهم لا يبقى حجر على حجر لا ينقض، وهم من كتر الذهب اللي كانوا حاطينه في أورشليم ومغشيين به الحوائط والأسوار وإلى آخره، الذهب دخل في وسط الحجارة. فابتدوا الجنود بتوعت الرومان يشيلوا كل حجر عشان ياخدوا الذهب اللي في النص، وفعلا لم يبقى حجر على حجر. مش عاوزين يسيبوا الذهب خالص، عاوزين ياخدوا كل حاجة، يسرقوا الهيكل خالص. وتنفذت النبوة. بعدين قال لهم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. الجيل كم سنة؟ الجيل كم سنة؟ 40 سنة. السيد المسيح اتصلب كان عنده 33 سنة، أورشليم خربت سنة 70 ميلادية. لم يمضي هذا الجيل، ما كملوش 40 سنة. وحصل ان تيطس الوالي الروماني هجم على المدينة، وابتدوا اليهود يتحصنوا في الهيكل ويشتموهم ويبهدلوهم، معتمدين على ان ربنا هينقذهم زي ما كان بيعمل في العهد القديم، وما يعرفوش ان ربنا تخلى عنهم لما صلبوا المسيح. الجنود الرومان هجموا على الهيكل، موتوا في هذا الوقت 1.5 مليون يهودي. 1.5 مليون يهودي ماتوا في خراب أورشليم. لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين،
كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحيها ولم تريد. هوذا بيتكم يترك لكم خراب. ويجي بعد كده يكلمنا على نهاية الأزمنة المجيء الثاني بقى. بيقول لهم ايه؟ وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس. وتظلم الشمس ده موضوع رمزي، يعني مش الشمس هتظلم، الشمس هي مصدر النور، زي ما المسيح هو مصدر التعليم في الكنيسة ومصدر العزاء ومصدر كل حاجة. وتظلم هنا مش يعني معناها تظلم، لكن معناها تحجب وجهها عن الأرض. تدي المعونة الإلهية تجف، ربنا يحصل نوع من أنواع التخلي. تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه. القمر بيجيب النور بتاعه منين؟ من الشمس، هو انعكاس لضوء الشمس. طب لما الشمس تظلم القمر هيجيب نور منين؟ مش هيبقى في نور. والقمر هنا بيرمز للكنيسة، الكنيسة اللي هي مصدر الغذاء بتاعنا ومصدر التعزية بتاعتنا، اللي بنشوف فيها صورة المسيح لا تعطي النور بتاعها. الشمس تظلم والقمر لا يعطي نور. والنجوم تتساقط من السماوات. والنجوم دي معناها قامات روحية عالية في الكنيسة تبتدي تقع واحدة ورا واحدة، نجم يقع ورا نجم. يعني ممكن نلاقي قامات روحية عالية في الكنيسة تسيب المسيح خالص، وارد حسب ما السيد المسيح بيقول. عشان كده كل واحد يخاف على نفسه. اوعى تدي الأمان لنفسك، اوعى تفكر ان انا ياما هنا ياما هناك. مهما وصلت خاف على نفسك واطلب المعونة الإلهية وقول له ربنا لوحدي ما اقدرش اقف، فانا ممكن اقع في اي لحظة. والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. باقي القوات تتهز، باقي الناس المؤمنين يهتزوا. حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وعلامة ابن الإنسان اللي هي ايه؟ الصليب. علامة ابن الإنسان ايه؟ الصليب. يظهر الصليب في السماء. حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض. تبتدي الناس تبكي، كل اللي ملحقش يتوب يحس ان الوقت ضاع منه خلاص، فيش فرصة للتوبة. حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، لما تشوف ان علامة ابن الإنسان خلاص الوقت خلص. ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء. شوف المسيح جاي على سحاب السماء بقوة ومجد عظيم. ابتدى يظهر مجده، مش هيجي في الضعف البشري زي ما جاء على الأرض، لا هيجي في المجد اللاهوت بتاعه. مجد اللاهوت اللي سفر يوحنا، سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي بيشرحه لنا. يوحنا ده اللي كان بيسند راسه على صدر المسيح، أول ما شافه في سفر الرؤيا قال ايه؟ فسقطت على وجهي كميت. ده انت كنت بتسند راسك على صدره. فين الشطارة بتاعتك دي والقرب بتاعك من المسيح؟ لا، لما بيبقى في مجده حاجة تاني. فيرسل ملائكته ببوق عظيم ويجمعون مختارين من الأربع رياح. ابتدي يجمع الناس الأبرار اللي فضلوا ماسكين فيه لغاية اللحظة الأخيرة، اللي قدروا يقاوموا كل إغراءات الشياطين وكل خداع الشياطين. يرسل ملائكته يجمعونهم من أقصاء السماء إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلموا المثل،
متلانت أغصانها وأخرجت أوراقا تعلمون أن الصيف قريب. وهنا هو بيقول كلام برموز. السيد المسيح وهو طالع من أورشليم لعن إيه؟ لعن إيه؟ شجرة التين، مش قال لها لا يأكل منك أحد بعد؟ ولعنها وهم راجعين لجوها جفت نشفت. هتبتدي شجرة التين تخضر تاني، وشجرة التين ترمز للأمة اليهودية اللي لعنها في الأول، زي ما بولس الرسول بيقول حتى يدخل ملء الأمم. لعنها من أجل خطاياها اللي كترت خالص، ابتدوا يعرفوا ربنا ويبتدي فروعها تلين وتبتدي تخرج أوراق، ولما تشوفوا الأوراق بتاعتها ابتدت تخضر تعلمون أن الصيف قريب. اعرفوا أن النهاية خلاص، لأنهم هيأمنوا ويرجعوا تاني في آخر الأيام. هكذا أنتم أيضا إذ رأيتوا هذه كلها فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق الحق أقول لكم، السماء والأرض تزولان أما كلامي فلا يزول. كل اللي أنا قلته لكم ده هيتحقق، يعني هيتحقق. لو نفع أن السماء والأرض تزولان تختفيان ده ممكن يحصل، لكن كلامي لا يمكن ما يتنفسش. يعني الأسهل أن السماء والأرض تختفي، لكن كلمة من كلامي مش هتقع في الأرض، كل كلمة أنا قلتها لازم هتتنفذ. كنيسة دايما تحب تحط لنا الجزء ده من الكتاب المقدس عشان تفكرنا، خلي بالك إن حياتنا على الأرض مؤقتة، حياتك على الأرض مش هتفضل على طول، حياتك على الأرض هيجي لها آخر. ركز وحط ده قدامك، خسارة تضيع الأبدية بتاعتك. اوعى الشيطان يغريك بمغريات العالم الكتير، اوعى يغريك بفلوس، اوعى يغريك بشهوة، اوعى يغريك بأكل وشرب، اوعى يغريك بذات وكرامة. خلي بالك أبديتك أهم من كل ده. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ تكسب إيه لو انت كسبت مليارات الدنيا في الاخر خسرت نفسك؟ ولا حاجة. ربنا يدينا نكون متيقظين دايما وما نديش فرصة للشيطان يضحك علينا او يتوهنا، لكن كل واحد فينا يبقى حاطط قدامه ان اليوم بتاع الاخر هيجي هيجي، سواء اليوم الجماعي أو يومي أنا الفردي. كل يوم بنودع ناس كانوا معانا امبارح، النهاردة بنودعهم. لو الإنسان يحط في باله كده هيحط في باله الأبدية طول الوقت، أنا مش عاوز أخسر الأبدية بتاعتي. ربنا يكون معاكم وبارك حياتكم ويساعدكم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. النهاردة هنرسم اتنين في درجة الدياكون، اتنين رشحهم أبونا مينا وقعدنا معهم قعدة طويلة. طبعا أنا يعني أنا عارفهم وموافق عليهم، وأبونا مينا طالبهم عشان يساعدوه في الخدمة. الشماس يسرون والشماس إسحاق، الاتنين إن شاء الله النهاردة هنديهم درجة الدياكون بحيث يساعدوا أبونا في الخدمة. طبعا الدياكون دي مش حاجة مظهرية، لكن شيء خدمي نص عليه الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل، لما الرسل أقاموا السبع شمامسة عشان يساعدوهم في الخدمة.
فهي بركة كبيرة، لكن في نفس الوقت هي مسؤولية كبيرة. زي ما أنا قلت لهم النهاردة، الكتاب بيقول إيه؟ من يعطى أكثر يطالب بأكثر. اللي هياخد من ربنا أكثر، ربنا هيطالبه بالثمر بتاع اللي ادهوله. فهي مش حاجة منجهة ولا مظهرية ولا لا خالص، ده هي خدمة ومعونة معينة هياخدها من ربنا، لكن هيدي الحساب بتاعها. ربنا يكون معاكم ويفرح الكنيسة كلها والإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. مريم أم مخلصنا يغفر لنا خطايانا واطلب من الرب عنا يا سادات الآباء الرسل وخطية التلاميذ يغفر لنا خطايانا واطلب من الرب عنا أيها القديس العظيم أم باب أولى من الرب الذي أحببته ليغفر لنا خطايانا اطلب من الرب عنا يا أبينا البطريرك بابا داتا وزروس ليغفر لنا خطايانا اطلب من الرب عنا يا بننا القديس أنبا أنطونيوس مطرنا ليغفر لنا خطايانا ديفيس مراضي جيبيوت نمشيري نمدبن مايثو وفتريا سجيكي إن سوفيا سبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى الحق إلى الحق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وجسد من الروح القدس مريم العذراء دانس وصلب عنا في عجب راس البلدي كأنه مقرى قام نوات في يوم ذلك من الكتب وصعد على السموات قدس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي لدينا أحيا والأموات الذي يسلم القضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحمد ملاك سجد ومجده مع الأب واليد يا الله العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم عسد إبليس دمته بالظهور المعنى ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار مسرتك يا الله
قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستعكين كلنا سدنا قبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا في دينونة من موبة غير الميت السمية بالمسيح يسوع ربي إينا. نشكرك يا رب على كل حال، أشفقت علينا وأعطيتنا خلينا وظاهرين تزهان عن سهر شعبك وعن موضعك المقدس هذا من صالحات ونافعات فاسم إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ودوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير أما الرفاة بحب البشر لواتر ابنك الوحيد ربنا بألهن تخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والأكرام والعز والسجود تليق بك معه مع روح القدس محمد سوى الإكلام كل أوان دهر دهور آمين. أيها السيد ربي إلى القوات الذي أتى بنا لنصيب هذه الخدمة الذي يقيم فهم البشر ويفحص القلوب والكلى، اسمعنا بكثرة تحننك، تفضل تعالى جنبي حبيبي، تعالى جنبي. اسمعنا بكثرة تحننك ونقنا من كل النجاسات جسد والروح، مزق صحابة خطايانا وظلمنا مثل الدخان، املانا من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد وفعل الروح القدوس لنكون مستوجبين لهذه الخدمة التي العهد الجديد، لكي باستحقاق نستطيع أن نحمل اسمك القدوس ونقف ونخدم كهنوت أسرارك الإلهية. لا تدعنا نشترك في الخطايا الغريبة بل أمح التي لنا وأمنحنا يا ملكنا أن لا نضع نصنع المائلات بل أنعم لنا بمعرفة حقيقية لنقول ما يجب ونتقدم إلى مذبحك المقدس. اقبل إليك شموسية عبدك الواقفين أمامك ومنتظرين مواهبك السمائية، لأنك صالح كثير الرحمة لكل الذين يدعونك وقويا وسلطانك مع ابنك الوحيد والروح القدس الآن وكل أوان ودادر كل أمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. نعمت ربنا يسوع المسيح المكملا اغفر لهم مسرة الله الآب والروح القدس تحل على الإخوة هذا الذي دخل المذبح المقدس بمخافة ورعدة منحنيا ورافعا عيني قلب إليك يا ساكن السماء منتظر مواهبك السمائية لكي ينتقل من رتبة الأوبة الدياقونية إلى طقس الشماسية في الكنيسة المقدسة. صلوا كلكم لكي تحل عليه موهبة الروح القدس بقولنا أجمعين يا رب ارحم. يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا. أيها السيد الرب الإله ضابط كل الحقيقي الصادق المعيد والغني في كل شيء لكل الذين يدعونك اسمعنا إذ نسألك أزر وجهك على عبدك الواقفين أمامك الذي دفع للشموسية بالشركة وحكم الذين قدموهم في الوسط، املاهم من الروح القدس والحكمة والقوة كما ملأت استفانوس أول الشمامسة ورأس الشهداء المتشبه بأوجاع المسيح، زينهم بنعمتك أقمهم خداما لمذبحك المقدس لكي إذا خدموا كما يرضيك في الخدمة التي اؤتمنوا عليها بغير لوم ولا خطية ليستحقوا درجة عالية فاضلة، وليس النعمة تعطى بأيدينا نحن بل بافتقاد رأفتك ذات الغنى التي تعطى لمن تعطي لمن يستحقها. وأنا أيضا طهرني من كل خطية غريبة واعتقني من خطاياي
بنعمة ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي له المجد مع به صار روح قدس لنا كل أوان ودور كل أمين. نعم يا رب اجعلهم مستحقين لدعوة الشموسية باستحقاق من جهة محبتك البشر يستحق واسمك القدوس ويتعبد لك ويخدم مذبحك المقدس ويجد رحمة أمامك لأن الرحمة والتحنم من عندك وبك أليق المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وعلى أبد كل آمين. انظر يا رب علينا وعلى خدمتنا وطهرنا من كل دنس وارسل من السماء إلى أسفل نعمتك على عبدك الواقفين أمامك لكي يستحقوا من قلبك من قبلك أن يكملوا خدمتهم بغير لوم ولكي يفوزوا أيضا بتحننك مع الذين أرضوك منذ البدء لأن الرحمة في مسرتك وبك تليق الكرامة من الكل مع السجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وأدعو دور كل أمين. ندعوك في كنيسة الله المقدسة جامع رسولية آمين. آمين. ندعوك يا موسى دياكن على مذابح كنيسة الله المقدسة جامع رسولية خنفران مبيوت نمبشير بابن أمات ثواب نوت نوت فزمار أوت جيف نود بيوت بي بندقراتو. مارو تنجب في منوغانيس انشير يسوس بخريستوس بن شوي آمين. افز مارو تنجب ابن مايث وابن بركليتو جامع رسولية آمين. آمين. ندعوك يا بولس دياكنا على مذابح كنيسة الله المقدسة جامع رسولية خنفران مبيوت نمبشيرين بابن مع الثواب ونوت نوت فزمار أوت جيف نود بيوت بي بندقراتو. تنجب في منوغانيس انشير يسوس بخريستوس بن شوي آمين. بولس دياكن على مذابح كنيسة الله المقدسة جامع سوريا في زمارو تنجب ابن أمي ثواب مبارك ليتو
نشكرك يا سيد ربي لا ضبط كل من أجل كل شيء، ونسجد ونسبح اسمك قدوس لأنك صنعت معنا عظائم، نسألك ونطلب إليك يا محب البشر الصالح اسمعنا من قبل تحننك، والسر على الشرطونية التي صارت لعبديك موسى وبولس من قبل حلول روحك القدوس عليهم، وقوم دعوة اختيارهم بالطهارة والنعمة التي لصلاحك، لأن دعوتنا معه لأنك دعوتنا معه من الصلاح لنعمل ونأخذ ربح الوزن لكي ننال مع كل الذين عملوا مشيئتك منذ البدء. أجر الوكيل أمين حكيم عند ظهور ربنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي له المجد مع بيسار روح القدس الآن وكل أوان وضهد وكل أمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. هذا عمل خدمة قد أتمنت عليها يا ابني، يجب عليكم أن تكملوا ما قد رسم لكم وتصنعوا، إذ أنتم معدود من أولاد استفانوس أول الشمامسة، تفتقد شعب الرب الأرامل والأيتام والمتضايقين، وتعين من تقدر أن تعينه وتعين من تقدر أن تعينه وتسد فاقتهم وتكون لهم مثالا لكي ينظروا أعمالك الحسنة ويحسدوا طريقتك، وتكون تابعا للأسقف والقسيس، وتعرفهم بالمتضايقين ليفتقدهم كالحد القانوني، وتكرم الذين هم أعلى منك في الرتبة الذين هم القصوص، ويكونوا كالآباء لتستحق أنت الطوبة قائلا أن الذي يخدمني يكرمه أبي. وكما يقول الرسول الطاهر بولس إن الذين يخدمون جيدا درجة صالحة تصنع لهم دالة عظيمة في الإيمان بالمسيح يسوع ربنا. افهموا مقدار الكرامة التي دفعت لكم لتحملوها الذي هو الدم الحقيقة المعطى لخلاصا للعالم الذي يسلم في يدك مجدا لإلهنا يسوع المسيح أمين. Be our
قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا فالناصي بشفاعة والدة لينا القديسة ماريا. يا ربنا املانا بمغفرتك خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة التسبيح. الرب مع جميع ومع روحك أيضا، ارفعوا قلوبكم هي نشكر الرب مستحق وعادل، مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكاهن السيد ربي إلى الحق الكاهن قبل الدهور، والمالك إلى الأبد الساكن في العالي، والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، جالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا، الذي يقف أمامه والملائكة ورؤساء الملائكة، الرأسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوة، وإلى شرق انظروا، أنت هو الذي يقف حولك شيروبيم الممتلئون عيناً والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة، يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين لا قدوس قدوس أنت أيها الرب قدوس في كل شيء، وبالأكثر مختار هو نور جوهرياتك، وغير موصوفة هي قوة حكمتك، وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب البشر، ولم تكون أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى
ربوبيته من أجل تعطفاتك الجزيلة، كون تنيد لم يكون أقمت السماني سقفا وثبتاني الأرض لأمشي علي، من أجل ألجمت البحر، من أجل أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي، لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. أنت الذي جبلتني وضعت يدك علي وكتبت في صورة سلطاني، ووضعت في موهبة النطق، وفتحت لي الفردوس لأتنعم، أعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة، وعرفتني شوكة الموت، غرس واحد نأيتني أن أكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموس كبرائي، وتكاسلت عن وصاياك، أنا اخترت لي حكم الماء، سعيت في طلب الضال كأب حقيقي، تعبت معي أنا الذي سقط، دويتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة، أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا الماري، أعطيتني الناموس عونا، أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسا كنور حقيقي، أشرقت للضالين وغير العارفين. اختطافا أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العاب، باركت طبيعتي فيك، أكملت ناموسك عني،
أريتني القيامة من سقطتي، أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم، أزلت لعنة الناموس، أبطلت الخطية بالكلمة، أظهرت لي تدبير تعطفك، احتملت ظلم الأشرار، بذلت ظهرك للصياط، وخديك ملتهما لله لأجلي يا سيدي. لم ترد وجهك عن خزي البوصى، أظهرت عظم اهتمامك بي، قتلت خطيتي بقبرك، أصعدت باكورتي إلى السماء، أظهرت لي إعلان مجيئك هذا الذي فيه فتظهر وتدين المسكونة بالعدل، وتعطي كل واحد كعماله. مشورات حرياتي، واكتب اعمالي تبعا لاقوالك، انت الذي اعطيتني هذه الخدمه المملوءه سرا، اعطيتني اصعد جسدك بخبز وخمر. أخذت خبزا على يديك الطائرتين اللتين بالعيب على دنس الطوباويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة، آمين. ونظرت إلى فوق نحو السماء إليك الله بواسطة كل أحد وشكرت، آمين. وقدسته.
وأعطيت أيضا لخواصك التلاميذ المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة خطايا، هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. هكذا أيضا بعد أن أكل وأخذت كأسا ومزجتها من ثمرة الكرمة والماء وشكرت وباركت خاصك التلاميذ المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة خطايا، هذا اصنعوه لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى ناجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك ظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا للحمام كلمة الله نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجو ننصت آمين. الله بيعيك من اندوائف انسوما يفوى بنطا بناتي كان فيري انت قبال انتناتي آمين. ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح أعطنا مغفرة خطايا حياة بدية لكل من يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب استعكي كل سيدنا تلامك سيدك تعالى انفسناك سيدنا رحمك ازن واحدا وراحم واحدا نصيبا من اثم عجم القديسين الذين ارضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية. صلوا من اجل سلام كنيسة الله
الواحد المقدس الجامع الرسولي الأرثوذكسي لك بالدم الكريم الذي المسيح قفز بسلام وجميل أصدق فلنسكر يا رب تراك رئيس الكهنة البابا الأنباء تودروس الثاني وأخوي وأخوي وأخي في الخدمة الرسولية أبينا البطريرك الأنطاكي مع رغناطس أفرام وشريكما في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم أم بنتونيو صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنباء تودروس الثاني بابا وبطرارك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخوه الروحي مار إغناطيس الأفرام الثاني كريم بطرارك أنطاكليا وشريكهما في الخدمة الرسولية أبينا المكرم الأنبا أنطونيوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية يا رب أصل ما كرم حق باستقامة الأمر قصدي أقلقتك بسلام اسكر يا رب الكمامة سوى القصص الأرثوذكسيين والشماميسة صلوا من أجل الكمامة سوى القصص والشماميسة والإبزياكونيين وسبع طغمات كنيسة الله يا رب كل الخدام وكل الذين في البطل طهارة كل شعبك المؤمن يا رب أن ترحمنا كلنا ما ارحمنا يا ظاهر بابطاء اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أدلة آبائنا الأرثوذكسيين من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديورا يا رب ارحم الساكنين بمن الله تفضل يا رب مياه الأنهار والأنبياء والأمطار وزرع العشب نبات الحق وأويت السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها مبوع عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح لهنا ويصعد كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اسعد وجمك دراك نعماتك فرح وجه الارض للروح ارثاتك ثم انزل زرع الحصاد دبر حياتنا يا رب كماليك بارك لي سلم صلاك من اجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا نرجونا نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أنقذ رجوك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع ما نسب صلاحك يا منتيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذا كنا كفاء كل شيء كل حين أزدادا كل عمل صالح قبولا للأيتام إيريا ليسو مساعدة للأرامل المتضايقين أجمعهم بالخيرات يا رب ارحم ساقطين أقمهم والقيام ثبتهم إيريا ليسو الراقدين أذكرهم والمعترفين أقبل إليك اعترافهم يا رب ارحم
الخطا الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنوك عدهم مع شهدائك الذين هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك ونحن ايضا مدعوين بنعمتك الى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا اليك الذين قدموا لك هذه قرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقديمتنا والذين قدموا أمر ابنك الواحد أن أشترك في تذكار قديسك تفضل أن تزقم قديسين الذين أرضوك منذ البد أبائنا الأطهار وسائل الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والنجين والشهداء والمطرفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس أمام الممجد العذراء كل حين والدة دلالة قديسة الطاهرة ماريا التي ولدت الله الكريمة بالحقيقة والقديس عن أصاب الصابة والشهيد وقديس ستيفانوس رئيس الشامسة والشهداء وناظر إلى الآن إنجيل ماركوس الطاهر والشهيد والبدر القديس ويسمع عن ديسكورس قديس أثنس رسول وقديس بطرس خان الشرز كان وقديس عن فمذا قديس ثاودس وقديس ثوفيلس وقديس متريوس وقديس كريس وقديس باسيليوس والقديس غلوس وناظر بلادوس وغلوس سماعك والقديس غلوريوس الأرماني وثلاث مائة ثمانية عشر من أمريكا والمائة خمسين قسطنطين ومتاني بأفسه من السجل العظيم من طرس البار الأنبا بولة وضم مكرة قديسين وجمع أولادهم والصليب وأبان أنبا إحنا سكم صابان أنبا بشوير بار رجل كامل أسنا أصحق أن أغسل قدمي مخلصنا الصالح وأبان أنبا بولة طمس كتير من أسر القديسين الرومياني مكسيموس ودومادوس أربعين شهيد أنشوشيان والقوي قديس أنبا موسى عن سكام القصة وأبان أنبا دين الكمس وأبان أنبا سزرت وأبان أنبا قوم أشير قدزير ميزة وابونا انبش مدرس متحدين وانباويس تلميذ وابونا انبش مدرس متحدين وانباويس تلميذ وابونا انبنفر وابونا انبكراس وابونا انبنتس وابونا انبحن الساعة وابونا انبسمونا ترفوس تبلت الميداي وابونا انبابول وابونا انبابي وابونا انبابي جيم الصديق وابونا انبارون وابهور وابونا انبافنس وابونا امونيس وابونا ارشيس وابونا ارسانيس معلم الحملو وابانا سرمانس وابونا بسادي وغلاني كوس وابونا انبسنتروس لابس الروح وابونا انبامونيس واولاد الشهداء وابانا انبا هرمين الناس جنب مصال الساعة وابانا انبا اوكين واولادهم البصري وابانا انبا سمعان العمودي وابانا انبا ابوه وابل وابانا انبا بي وابونا انبا بيجيم الساعة وابونا انبا حديد وابونا انبا حنة الميز وابونا انبا برسوم وابراهام وماروت السريان وابونا انبا مركز الذي بقبل انطونيس وابونا انبا نتازر وابونا انبا ابراهام القمص وابونا انبا تكره مانوت الحبشي القصة وابونا انبا رويس افريش وابونا الصديق العظيم أنبا برسوم وابونا أنبا برفراهم فيوم الجيزة والكمس ميخيل التلميذة وابانا القديس البطريرك الباب الأنبا كيرلوس السادس والقديس حبيب جرجس وابونا بشوي كامل وابونا يسطر أنطوني وكل ما صاف قديسي كولا الذين بصلاة ترحمنا كلنا معهم قزنا من القدس الذي دعي علينا القارئون فليقولون اسم أبانا البارك القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا لك المال
يا رب ارحام اولئك يا رب الذين غسل نفوسهم نعم ردوس النعيم مكان الذي هرب الحزن الكاب والتنور في نور في كورة الاحياء في الابد في اورشليم السامية في ذلك الموضع ونحن ايضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في ايمانك ونعم علينا بسلامك الى واهدنا إلى ملكوتك لكي وبهذا قم أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس ولروحك أيضا فلنشكر الله الأب ضابط الكل وربنا إلينا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن نغرب في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مساقين لشركة وتناول أسرار الإلهية الغير المائتة جسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الضابط الكل الرب إلهنا يا رب ارحم بارك وسلام التي كللت بالشوك ومالت إلى اليمين عندما سلمت الروح يا إلهي هذا هو الوجه الذي هو أبرع جمالا من بني البشر الذي تفل عليه العبد الآطمة وهذا هو الفم الذي كله حلاوة ومشتهى الذي ضاق الخل ممزوجان بمرارة كريا ليسون كريا
سيدي هذا هو الظهر الذي تعرض لضرب السياط كمذنب أثيم. يا ملكي هذا هو الجنب الذي طعن بالحربة فوق الجلجس فجرى منه دم وماء. يا فادي هاتان هما اليدان اللتان أشبعت كل حي من رضاك، وهاتان هما الرجلان اللتان كانتا تتجولان في كل مكان تصنعان خيرا وتشفي كل الذين تسلط عليهم إبليس. قد سمرت على الصليب من أجل خلاص العالم كله. الصالح صرخ قائلا إن جسدي هو ماكل حق ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دم يكون فيه وأنا أيضا أكون فيه. طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طائر نناديك بنغمة البنين قائلين أبانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر. للمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا. آمين. كن يا رب اجتماعاتنا بركة، خلص حقا ومع روحك ننصد بخوف الله. امين. امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. القدسات لقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوسنا الروح القدس. امين. واحد والاب القدوس، واحد والابن إيرني
البصير. جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين. حقيقة آمين. 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 أعترف بالنفس الأخير أن هذا هو جسم عائلة ابنك الوحيد ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كل عائلة إله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع الأود بيرك طلاط المتداجر والتغيير واعترف الأطراف العسلان بلاطس البنت سلموا عنا أكشف الصليب المقدسة بإرادة وعد عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا خطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة آمين. يسوع المسيح معكم رتلوا